السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي قناة ليلى الجزائرية. رجعت لكم بجديد بعد طولت شوية باش راح نزل الفيديو هذا، طبعا الظروف خارج على نطاقي. المهم جبت لكم اليوم وصفة المايونيز بالجبن، صحي ولذيذ. مكونات عندنا كمية من الجبن أو فخوماج العادي، هذوك لي تريونغ المثلثات. راح نستخدم قوبلي هكذا تاع حليب عادي، وراح نستخدم كأس زيت أو قوبلي تاع زيت، وكمية من الخل حوالي ملعقة كبيرة خل، وكمية من الثوم مسحوق الثوم. أنا في الكيفية هذه راح ندير مقدار 8 حبات فخوماج، راح ندير لهم كأس حليب أو قوبلي تاع حليب، وواحد زيت، وقرصة ملح. لكن تقدروا تديروا نصف الكمية، يعني تقدروا تديروا ربع حبات فخوماج فقط، أربعة من هذو فقط، وديروا لهم نصف كأس أو نصف قوبلي تحليب، وتخدموهم بكأس إلا ربع أو قوبلي إلا ربع من زيت المائدة، زيت العادي زيت المائدة. بالنسبة للمنكهات ترجع لكم اختياري، تقدروا تضيفوا القارص ليمون، تقدروا تضيفوا الخل، تقدروا تضيفوا ليزي بيس، تقدروا تزيدوا موتارد، تقدروا تزيدوا أعشاب ذات رائحة جيدة مثل الزعتر أو غيرها أو نعناع أو غيره، منكهات يعني طبيعية. هذه هي وصفة تاعنا. هذا فخوماج في الصيف خاصة مليح، خير فخوماج تاع باردون المايونيز أفضل من مايونيز البيض، وتعرفوا ما هوش صحي ويفسد. أما هذا بالجبن صحي وأيضا طعمه صدقوني رائع، يقدر تستخدمه حتى في الخبز وتاكلوه عادي يعني بلا سلطة. الآن في خلاط كهربائي وضعت الحبة تاع الفرماج، هذو ربع حبة فرماج، أنا حنضيف ربع حبات واحد أخرين لإني حنخدم كمية شوية كبيرة. فهذا ربع حبات انتم تضيفوا نصف كأس حليب، أنا هنا درت شوية فلفل كحل، تحبوا ما تضيفوش ما تضيفوش. راح نشغل الخلاط، لازم الخلاط ما توقفوش ابدا، لازم ما توقفوش الخلاط، دائما يكون على سرعه متوسطه، ما هي سرعه قويه، ما هي سرعه ضعيفه. اوكي درك حنضيف قرصه تاع ملح ونكمل الخلط تاعي، نخلي حتى يذوب هذاك الفخوماج مع الحليب ويتجانس معاه. في هذا الاثناء راح نبدا نضيف كميه الزيت تاعي، الزيت راح ندير قطره قليله ونخليه يتخلط، نقعد شويه ونزيد قطره. كما تعرفوا المايونيز، اللي ما يعرفش يشاهد معايا الفيديو الاخير وكي يتعلم. هكذا نضيف بالشويه كما تشوفوا، نضيف غير شويه فقط ونخليه يتخلط. نضيفه هكا قطرات، ومن بعد كي بعد شويه هكذا من نضيف كميه من الزيت، نولي نضيف بطريقه متواصله، لكن الزيت نفرغه شغل خيط رقيقه، نفرغ هكذا رقيقه ونحبس حتى نكمل كميه الزيت. انا هنا درت 8 حبه فرماج، درت معهم كاس حليب، معهم قرصه ملح، درت ذره فلفل الكحل، تحبوا ما تضيفوش، ودرت قوبلي كامل تاع زيت، وضفت له شويه زيت، يعني ضفت شويه على الزيت هذا، نحبو شويه ماشي ثقيل، لو كان ديروا واحد برك قوبلي واحد برك يجيك مثقيل هكذا، ثقيل شويه، انا نحبو شويه خفيف، ماشي ثقيل وماشي خفيف. نكمل كمية تاعي تاع الزيت هكذا بطريقة هذه، نفرغ شغل الخيط رفيع ونخلط، ما يلزمش نوقفوا الخلاط تاعنا. والله البنات هذه الوصفة لذيذة جدا وما تخسرش،
وتقدروا تستخدموها مع البيتزا مع لي سالاد، تقدروا تحطوها في هكذا في طبسي صغير تغمسوا فيه، تقدروا تستخدموها مع لي فخيت مع بزاف في لي ساندويتش. الان راكم تشوفوا بدا يثقل لي شويه، هاوليك ضفت كميه الخل، انا ملعقه كبيره درت شويه برك، وراح نضيف ملعقه صغيره تاع ثوم بودرة او ثوم مسحوق الثوم. الثوم اون بودغ يعطي له بنه للجبن تاعنا. هاوليك من النتيجه اللي تحصلنا عليها، شوفوا كيفاش يجي القوام تاعو ثقيل وطعمه والله العظيم لا يقاوم، طعمه لذيذ جدا. هذه وصفة سهلة وبسيطة ومتكلفكمش بزاف، ومام طون بريزونتابل، ومام طون تقدروا تستغناو على الوصفات اللي تدير ليتوكسيكاسيون، تسممات مع الأمراض درك راهي كثرت وكاع. هاي ليكم، درتها في ام بواط هكذا في هذا البلارة، هذه غسلتها ومسحتها بيان ودرتها فيها، وراح نحطها في الفريجيدير نستخدمها وقت اللي نحبو ناكلو بها ولا نديرو بها لي سالاد كامل. هاي ليكم النتيجة النهائية، نتمنى انها تعجبكم ونتمنى انها تنال رضاكم. ما تنساوش اللايك.